مصروف عليها، الدولة صرفت عليها ودعمتها عشان توصلها لحضرتك. حضرتك انت رميت الدعم في الارض وانت ما استفدتيش من الميه ديت، ودفعتي لو معاك عندك عداد دفعتي في جزء من تكلفه الميه ديت اللي انت ما استفدتيش بيها، يبقى انت خسرتي الدوله وانت كمان خسرتي. تمام حضرتك. طب ليه؟ تعالوا نحط ايدينا في ايد بعض، تعالوا نرشد الاستهلاك. خد الميه على قد ما انت عايز. حضرتك التقرير اللي انت عرضتيه من قريه مزغونه، انا هدخل بقى في الكلام عن قريه مزغونه لانه ده كان تقرير فأنا بناء على طلب المشاهدين. انا بنقل مع حضرتك يعني التقرير ده بيقول ايه. مزغونه ديت عباره عن يعني اتجاهين، غربي وشرقي. تمام حضرتك. اللي كان بيغذي الميه في مزغونه يا فندم اتنين محطه كومباكت كانوا متهالكين وكان المفروض يخشوا خطه احلال وتجديد. احنا في محطه واحده بس هي اللي خلصت من المحطتين، المحطه الثانيه ما خلصتش ودخل علينا الصيف. طيب هل احنا هنبقى ساكتين؟ احنا كنا بناخد من المحطه ديت محطه واحده بدل محطتين ونوزع الميه بالمناوبه هنا وهنا، المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه. انا وانا بكلم حضرتك يا فندم في اتحاد البنوك صدق على انشاء محطه جديده 5000 متر مكعب ميه في قريه مزغونه. القوات المسلحه الهيئه الهندسيه هتقوم بالعمل فيها خلال 4 أشهر من النهارده يا فندم، يعني على 30/12/2017 هتكون دخلت الخدمه. انا بعتقد ان الخبر ده اول مره نقوله لانه ما حدش اشتكى قبل كده من قريه مزغونه، فاحنا احنا حضرتك انتوا تقريبا بتجيبوني البرنامج عشان نقول كل حاجه فيها امل للناس وفيها معلومات ليهم. ده شيء رائع ودي اخبار الحقيقه حلوه جدا. اتمنى ام محمد تكون بتتفرج علينا دلوقتي وبتسمعنا، يبقى مشكله المياه في قريه مزغونه ان شاء الله على ديسمبر شهر 12 الجاي تكون في طريقها للحل خلاص بشكل ان شاء الله. بالاضافه الى ان احنا ان شاء الله يا فندم بعد الصيف شهر 9 وشهر 10 نبتدي نعمل احلال وتجديد للمحطه الثانيه. تمام حضرتك. هيبقى عندي محطتين شغالين بكامل طاقتهم، لان المحطه الثانيه مش شغاله بكامل طاقتها اللي هي ما عملنا لهاش احلال وتجديد، ولان دخل علينا الصيف فانا ما يعني عايزه اخد حتى اكبر قدر من الميه، حتى لو كان قال ان هي شغاله ب 50% من طاقتها، بس اخدهم لصالح اهالينا. وحضرتك شايفه الدنيا حر قد ايه. فلو انا كنت وقفت المحطه دي خالص يعني كانت هتبقى. والمحطه الثانيه دي هتخدم على ايه يا فندم؟ هتخدم على مزغونه برضو. وايه كمان معاها؟ يعني هي قريه مزغونه هي الجزء الشرقي والغربي، هيبقى فيها محطتين ان شاء الله بعمل لهم احلال وتجديد، ومحطه جديده ال 5000 متر مكعب ميه دي، يبقى 3 محطات بيخدموا على مزغونه. طيب من هنا لشهر 12 برضو يعني بنتكلم في شهرين 4 5 6 شهور تقريبا، وده أيوة برضو مش لا لا مش لا وقت قليل. هيعملوا ايه؟ احنا شغالين بالمناوبه يا فندم، احنا في المنطقه دي شغالين بالمناوبه. وانا برضو يعني عشان يعني بالنسبه للحاجات ديت المركز الاعلامي زمان دلوقتي متابعها، ان شاء الله يا فندم هتلاقي النهارده موجود، لان انا شايف في بعض الاماكن كده اهوت برضو هنبعت لهم المعامل. تمام. على اساس ياخدوا عينات ونشوف هما بيقولوا الميه مالحه. الميه يعني احنا على النيل. احنا على النيل، فلما باخد من النيل، لان النيل ملهوش دعوه خالص بالملوحه، بس احنا نتاكد ونشوف ونبص المحطة لو فيها أي حاجة إحنا تحت أمرهم، وهنتابع وهنوصل لحضرتك. وإحنا كمان لو تحبوا نوصل حضراتكم بالست السيدة المواطنة الكريمة أم محمد اللي كلمتنا، اللي بناء على مكالمتها رحنا بالفعل بالكاميرا صورنا هناك عندها في القرية، إحنا برضو ندي حضرتك رقمها تتواصل معها. يا فندم أنا يشرفني إن أنا أخد رقم التليفون وهي تكلم حضرتك. حاضر. أشكرك. أشكرك على صورة الاستجابة حقيقي، وإحنا ده اللي بنعهده منك دائما يا سيادة العميد. إيه وضع تغطية خدمات الشركة في محافظات جمهورية مصر العربية؟ ده كان سؤالي برضو. توزيع الجغرافي عندنا وايه يا ترى؟ تمام فندم. احنا عندنا مخطط عام فيها ضعف شويه. تمام فندم. احنا عندنا مخطط عام لسنه الهدف 2037. عارفين يا فندم كل عزبه وكل نجع انا محتاج، يعني هو محتاج قد ايه من الميه، ومحتاج دخول الصرف الصحي ولا لا، وامتى، وعاملين له خطه حضرتك. يمكن الخطه دي اتسرعت في الصرف الصحي خلال السنتين دول، وان شاء الله يا فندم يعني انا هدي لك مثال بسيط يا فندم على المنوفيه. المنوفيه فيها 315 قريه
فيها 70 قرية فقط كان داخلهم صرف صحي. لغاية سنة كم؟ لغاية امتى؟ لغاية وانا بكلم حضرتك دلوقتي. كام اللي داخلهم صرف صحي؟ 70 قرية. 70 قرية من 315. تمام؟ انا وانا بكلم حضرتك بقى عشان بقى ايه ما نغير نظرة حضرتك دلوقتي. في 110 قرية، في 110 قرية شغال فيهم الصرف الصحي دلوقتي. حاليا. حاليا وانا بكلم حضرتك. طيب. فشوفي حضرتك بقى احنا بنقول ايه؟ هم كان فيهم 70 قرية بس احنا النهارده شغالين في 110 قرية. تمام حضرتك؟ ده في المنوفية. ده في المنوفية بس يعني انا قلت ايه؟ حد مثال عشان حضرتك بنفس الحجم ده هتلاقي في كل قرى مصر وفي كل محافظات مصر عشان نصل لنسبة تغطية أكتر من 40%. احنا كان تغطيتنا لا تتعدى 12%. بصراحه يا فندم شيء مؤسف، شيء يعني احنا اهتمينا بالميه، شيء مؤسف ان احنا لغايه 2017 يعني طموحاتنا ان احنا نوصل ل 40% تغطيه مياه في تغطيه صرف الصرف الصرف شيء مؤسف. هقول لحضرتك حاجه، في 2007 2008 كان عندنا ثوره العطش يا فندم، وكان عندنا الترومبه الحبشيه هي العامل الرئيسي. احنا في 2007 2008 دخلنا بخطه وصلنا الميه لمعظم نجوع مصر. النهارده نسبه التغطيه تتعدى 97% تغطيه مياه الشرب. في مناطق 24 ساعه، في مناطق 18 ساعه، في مناطق اللي هي بالمناوبه. تمام؟ لان انا ما اقدرش منطقه زي سينا او منطقه في بعض مناطق ما بقدرش اودي لهم الميه كل يوم، فبودي لهم وهم بيخزنوا على قد ما بيستخدموا وبوصل لهم الميه بالعربيات. ودول برضو انا حطاهم في الخطه عندي بحيث نبدا نشتغل عليهم. ده احنا شغالين عليهم يا فندم، وانا بكلم حضرتك النهارده. يعني انا دلوقتي نسبه تغطيه المياه، مياه الشرب في جمهوريه مصر العربيه 97%. يعني 3% في مصر بس اللي ما عندهمش ميه شرب، واللي هم هتلاقيهم حضرتك في بعض المناطق اللي هي المرتفعه او متخمه للمناطق الجبليه، او في بعض القرى انا بغذيها بنظام المناوبه كل 3 ايام او كل يومين بديها الميه من بحول لها الميه من بعض المحطات. طيب. احنا النهارده عندنا وانا بكلم حضرتك يا فندم، طبعا احنا عندنا مشاكل في الشرقيه، وكان عندنا مشاكل في الدقهليه، عندنا مشاكل في سوهاج، وانا بكلم حضرتك يا فندم في محطات دلوقتي جاهزه انها تخش الخدمه في شهر 9 وشهر 12 هتنهي لي بنسبه كبيره جدا مشاكل الشرقيه في فقوس واولاد سيف وميه ميه. اما الصرف يا فندم احنا بنقول ان احنا هنوصل، والتارجت بتاعنا 2018 نكون وصلنا لاكثر من 40%. وده يعني حاجه غير مسبوقه. حضرتك يكفي انك انت بصي كام سنه، من 30 سنه احنا وصلنا ل 12%. احنا في خلال 3 4 سنين بنزيد من 12 لفوق ال 40%. معدل الزياده، مع العلم طبعا معدل الزياده ده يعني شيء يحتسب جدا لحضراتكم، مع العلم انه الصرف الصحي من اصعب مشاريع البنيه التحتيه اللي ممكن تقام، من الاصعب تكلفة والاكثر تقليد تكلفة تعقيدا كتكلفه وكوقت وككل حاجه. يعني لان حضرتك انت عارفه ان انا ممكن اضخ شويه ميه بمطور في قلب ماسوره، ميه حلوه بضخها بتوصل. انما انا عشان اخد الصرف الصحي وامشيه، يعني حضرتك تخيل لي انت الصرف الصحي اللي من دار السلام عشان اعالجه بوديه في رحله من دار السلام او من المعادي، اوصل بيه لغايه الجبل الاصفر مخترق القاهره من شارع بورسعيد لغايه لما اوصل لغايه المحطه الرئيسيه بتاعتنا في الجبل الاصفر. طيب كل ده بالانحدار، كل ده من الانحدار، بالانحدار. فبتنزلي 6 متر تحت الارض و8 متر وبعد كده ترجعي تاني برافع. ده ايه الفرق بينه وبين الطلمبات الحبشيه؟ حضرتك قلت الايه؟ الطلمبات الحبشيه. حبشيه هي دي اللي انا يعني زعلان من الانسان المواطن اللي هو بيقول انا بدق طرمبه حبشيه وبشتغل بيها. انا بقول وبنادي لو سمحتوا يا فندم مفيش داعي للطرمبه الحبشيه. ليه يا فندم؟ الطرمبه الحبشيه بتاخد من الارض حضرتك انت شفتيها منطقه زراعيه.
المنطقه الزراعيه دي وهو بياخد الميه من مياه سطحيه يعني على بعد 6 متر 8 متر ويقوم اول ما يطلع الميه يقوم واخدها. طيب حضرتك انت في المنطقه دي ما عندكش صرف صحي فعملت يا ريت حتى عملت الترانش بتاع الصرف الصحي طبقا للمواصفات الهندسيه ان هو مصمت ان هو معزول. لا 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 ده بيتعمل حفره وبيقول اهي الميه الارض هتشفط الميه من المسام بس عشان بس مش اسهل له كمواطن يا فندم يمكن؟ نعم فندم؟ مش اسهل له كمواطن ان هو يتعامل؟ لا يا فندم انا هقول لحضرتك بس هو هياخد الميه ديت الميه دي ملوثه بجزء من الصرف الصحي وملوثه بجزء من المبيدات الحشريه اللي هو بيستخدمها لما بيزرع الارض بتاعته. مش كل ده بيتمتص يعني وبالتالي مش من مصلحتك اصلا انك انت تستخدم الترومبه الحبشيه دي؟ لا يا فندم لا ما يعني وارجوك يا فندم ما تستخدمش الترومبه ولو عايز تستخدم الترومبه الحبشيه في ان الميه دي تستخدمها في النظافه هنقول انك انت رشها قدام البيت انك انت هتعمل بيها تنظيف عادي جوه البيت او حاجه زي كده اهوت. لا انا بقول لحضرتك ما توصلهاش لماسوره الميه اللي بتشرب اللي منها اللي انت تشرب منها واللي بتاكل ما توصلش منها الاتنين ببعض لان حضرتك هتلوث الميه بتاعتك وهتلوث الشبكه بتاعتي اللي انا وهي دي اللي احنا لاحظناها. يعني احنا كنا في دي منطقه دي محتاجه وعي دي يا فندم محتاجه طبعا احنا في منطقه في منطقه في الهرم حضرتك في فيصل للاسف في بعض البيوت يا فندم عشان يبني البيت ويبيعه بيقوم ده ترمبه حبشيه موصلها فالمواطن داخل بيشتري شقه بيفتح الحنفيه لقى في ميه هو ما خدش باله الميه دي ايه وبعد كده بنكتشف ان هو الراجل ده طرمبه حبشيه لان المنطقه دي اصلا ما دخلهاش ميه ولو حتى بيحاولوا ان هم في هنعتبرها اسمها وصله خلسه يعني هندلع اللفظ السرقه ان هو وصله خلسه تمام حضرتك بياخدها وبعد كده بيشتكي حضرتك ان الميه ضعيفه او ان الميه ما بتجيلوش او كده. انا وانا جاي عند حضرتك دلوقتي وماشي على الدائري انا صورت الدائري في 2008 واليومين اللي فاتوا دول بنصوره تاني. تخيلي حضرتك لو حطيت الصورتين وركبتيهم على بعض شوفي كم الغابات يعني الخرسانه اللي اتبنت واللون الاحمر الطوب الاحمر اللي على الطريق الدائري يمين وشمال اذا كان في المعتمديه اذا كان هنا او هنا اهوت وبعد كده اهوت بيشتكوا. طب اسمح لي يا سياده العميد انا معايا اتصالات كثيره جدا جايه.